السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا متابعينا الكرام، حياكم الله جميعا. وش رايكم في العود هذا؟ يحتاج أن نضع مثل هذا العود على الجمر. هيا نشوف. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا ربي رباه يا جمال النكهة. قلت لكم ما يحتاج ان نضعها على الجمر ونجرب، ولكن وضعناها هي وغيرها. شوفوا هذا بس بسيط، غير اللي نكب تا وتكرمون ما نوريكم الرماد ولا نوريكم، لكن هي وغيرها وضعناها على الجمر واستبعدنا هذا العود. حقيقي استبعدنا هذا العود، لا يطابق أعواد ميسم الورد الطائفي. هذه من كانت جميلة جميلة. شوفوا ووزن، تعالوا شو الميزان، 5 جرام، لكن معليش هذا العود لا يباع مع درجة العود اللي نحن نبغى نبيعه اللي هو ما يباع لدرجة العود اللي نبغى نحن نبيعه اللي هو الكينج. وإن كان شوف كلها زبد حتى بطنها، وهذا لا مو بحشو. تعالوا نشوف نجرب هذه. نحن استبعدناها وشميناها من أول، ما تباع مع الكنك. كلها ما شاء الله دهن ونكهة عطرية، عود فاخر. في مراحل الفرز نستبعد أعواد كثير وكميات ما هي بالبسيطة اللي تشوفونها نستبعدها. هذه طيب هل تستبعد ترمى؟ لا، العود شجرة مباركة ما يرمى فيها ولا قطعة واحدة، ولكن تباع على درجتها. اللي دبل تباع دبل، اللي تربل تباع تربل، واللي كينك يباع كينك. كينك طيب بتقولون ليش هذه صنفت كينك وفي زيها هنا لم يصنف؟ لاحظوا لون البطن يختلف ولا ما يختلف؟ يمكن في الكاميرا ما يختلف، لكن على الواقع يختلف.
هذه كينج وهذه تربل. تعالي ايتها الصفيحة. صنفت كينج. صنفت كينج. طيب ليش لونها كذا؟ في هنا لون اسود اكثر منها. قطيعة صفيحة صغيرة مرة لكنها تزن. هيا نشمها. خلي النار كذا، الجمر عفوا كذا شوي لين يصير ابيض بالكامل، ولا احط جمرة جديدة ولا تظلم الصفيحة. قزاز. شوف شدة الجمر قام يحترق العود اللي طلعناه. هو كان على الجمر لكن كانت النار هادية. بسم الله. تنحط كذا ولا كذا كل واحد، ولكن الأقل حط فيه زي كذا يعني. لو لها عصارة تنعصر. شفتم هذه القطعة الصغيرة كفيلة أنها تلف مجلسك وتبهر كل الحاضرين. تقول أنا بتطيب، عز الله اللي طيبت. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ليش؟ لأنك اخترت عود. ليش؟ لأنك اخترت عود كينج. تصنيفه صحيح كينج. ليش صنف كينج؟ لثقله. لجماله، للونه، لقدمه، لندرته. عود جميل. لذلك انت اذا شريت عود جميل وان كان سعره مرتفع تراك اختصرت على نفسك شيء كثير مرة مرة مرة. هذا العود اللي الان تشم نكهته لو حطيت 20 كسرة من السوبر ما تصل لهذه النكهة. شفتم حنا لو حاطين جمرة قوية حارة جديدة كان نبرت هذه كامل، ولكن هي الآن تحترق باتزان تعطيك جمالها ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلين ترمت. هذا كريستال الذهب الملكي. الكريستال هذا يصنع خصيصا بالاسم، كله صب عيار 21. يجيك بالعلبة الجميلة هذه المرود. هنا تبغى تختار الكريستال المرود الكريستال تختاره، تقول لا بستعمل الذهب، تستعمل. تقول تبغى تقفل عليها والمرود راكب، فخامة. للتوضيح اللي يصنع خصيصا اللي هو المرود الذهب يصب ويصاغ بالاسم ولا الكريستال موجود، ولكنه نادر تجده في ميسم الورد الطائفي فقط مع المرود. كله نقش يدوي وصاب يدوي. نسأل الله البركة لنا ولكم لجميع المسلمين. أيضا المرود هذا فيه خاصية تعبئة الدهن اللي تمسك
المرود. خاصية سحب الدهن انك تسحب تمسك المرود عفوا من الخلف كذا، تسحبه من الكريستال فيسحب معك الدهن، تفكه ينزل الدهن.